أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَلَا تَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم.